سلامتك يا عمي سلامتك. سلامتك تعبان قوي يا منصف. اغير لك ولعه طيب. ايوه رص لي كيس كمان والنبي يا منصف. رص لك كيس كمان. ايه يا الف سلامه عليك يا اكرم حبيبي. الف سلامه عليك. الله يسلمك يا اخويا. وصلت لكيلو كوز. طب كنت تجيب نص كيلو كوز ربع كيلو كوز. هو انت مستخسر فيا حتى؟ ده انا ماشي بعلاج يا راجل. انت كده ماشي؟ ايوه ماشي بعلاج. هو مش شايف العجل. كويس انك مش ماشي على العلاج. كنت حطيت دي ومشيت على ايه يا حاج هي طمطمايه. انت بتهزر في المره دي؟ لا الف سلامه. هو صحيح البغبغان ده سعره 150 الف دولار. يا سيدي سعره 150 الف. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عرفت اننا رمضان ب 150 الف دولار؟ مفيش كلام بيتردد في المناطق العشوائيه. يعني مناطق عشوائيه. المهم رمضان دلوقتي انا هتجنن يا رمضان. ما تقلقش يا سلام عليك. ما تقلقش يا عمي انا مش هيغمض لي جفن غير لما اجيب البغبغان. انا خايف منك انت. حاسس ان انت اللي سرقه. انا انا يا عمي بقى تشك فيا بعد العشره دي كلها؟ بقول لك ايه، وانا اللي كنت جاي اخدمك واقول لك ان انا اعرف راجل دجال مشعوذ كده هو هيجي وهيجيب لك البغبغان. دجال ايه يا ابني وانا ملبوس؟ مش هو ضايع؟ هو الراجل ده بيجيب الحاجات المفقوده بس انت لغيه كده في قرشين. مش ليه، هو طلبات للاسياد وهو هيجيبه. يا سيدي اعمل له اللي هو عايزه وادلعك انت كمان. اكيد. بس بجد يا منصف هروح اجيبه. ماشي ماشي هروح انا اجيب الدجال. ماشي. انا مش قلقان غير من الواد منصف اللي قاعد لينا ده. المهم الاقي البغبغان. المفاجاه دي يا ريت لك كوكو. لا هي قصدها ان انا عشان عيان يعني فلازم اكل كوكو. ماشي ماشي ده انا مربيك. ماشي ايه يا كاميليا عايزه ايه؟ الموظفين. موظفين يا فندم. ايوه ايوه هاتيهم هستجوبهم. هاتيهم. حاضر. ايوه دخليهم بسرعه. حاضر. ايه الموظفين اتفضلوا. عنك انت يا اكرم اخويا. بجد اخويا هتعرف تستجوبهم يعني؟ عيب. انا النوعيه دي بعرف اتعامل معاها. هتقرر العيال دي؟ امال ايه؟ طب والنبي اخويا ربنا يخليك ليا. فعلا فعلا الضفر ما هي. انت اللي شغال هنا سكوريت؟ سكوريت سكوريت يا باشا. شغال سكوريت 6 مللي. انا سكيورتي يا باشا. سكيورتي بتاع الامن يا باشا. انت بتاع الامن؟ بتاع الامن. مالك؟ مفيش. متوتر؟ لا 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 هو باين عليا ولا ايه؟ لا. طب الحمد لله. سيجاره؟ لا ما بشربش. انا بقول لك هات سيجاره. لا ما بشربش. البغبغان بيطير ولا بيبيض؟ البغبغان بيبيض وهو بيطير يا حاج. بيبيض وهو بيطير. بيبيض وهو بيطير. وانت بتقف له بالطاسه. ها يعني انت ما شفتش حاجه غريبه حصلت جوه اللوكاندا بتاعتكم؟ لا ما شفتش. ولا اللوكاندا بتاعتكم؟ لا ما شفتش. يعني ما بتقربش من عندنا؟ لا خالص. ما سمعتش اي اصوات؟ لا ولا اصوات. تكل على الله. يا حي العدل. يلا يا حيوان. يا حي العدل. اهلا. اهلا. انت شغاله هنا هوم سيرفيس؟ شغاله ايه؟ انا بتاعت النظافه. انت بتاعت النظافه؟ ما شفتيش حاجه غريبه دخلت عليكي مثلا وانت بتنظفي اي اوضه؟ طب بص يا عم رمضان. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا كنت قاعده في الاوضه لا بيا ولا عليا، فجاه لقيته دخل عليا نافش ريشه. انا خفت بقى هو يقرب وانا صوت. هو يقرب وانا صوت. هو يقرب وانا صوت. لحد ما فتح دراعاته وحضني وبسني من هنا. هو يا حاج رمضان ده البغبغان؟ لا جوزي. هقول لك اصل ابو احمد كان مزعلني وقال يراضيني. بس اقول لك على حاجه، انا شفت ان لونه متغير. البغبغان؟ لا جوزي. ده عبيطه. طب هقول لك، انا شفته داخل اوضه استاذه كاميليا كتير وبيتاخر جوه. مين جوزك؟ لا اكرم بيه. انت مجنونه انت، انت شفتي حاجه انت؟ طيب خلاص متشكرين. امشي انت دلوقتي. امشي. جايه لك يا ابو احمد. انت جاي تحمل ثقيل عندك معلش.